كثير اداء زينب على المسرح، بس هي اختت لي الغنيه اللي انا كنت حغنيها يوم الاحد. مش عارفه يعني لحد قال لي ان دي اغنيه اصاله. يعني دغري مره واحده سولو. يعني ما عدتش؟ ماشي. عشان الحق اخد نفسي. الحق اخد نفس هيغمى علي على المسرح. ايه سولو اطول لك بعد. ماشي. حتى ما تغني معهم. ماشي. يلا انا الاغنية سريعة جدا جدا جدا، فمحتاجة ان انا اخد نفس في اوقات معينة، ومحتاجة ان انا اخد نفس كبير عشان اقدر اقول جملة طويلة. دغري بتفوت على التاك، لا حاسس دغري بتفوت على التاك وعالي. اكتر من اللي انا. ايه دغري بتفوت على التاك وعالي، بنحمي صوتنا قبل ما نفوت فيها. اغنية صعبة مش سهلة ابدا. كيفك تقفل؟ من عندك. برا 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 برا. يعني برغم ان دي اول بروفا، بس لا يعني حاسه انها راضيه بنسبه كبيره عن ادائي المره دي. اكيد المسرح له رهبه، خايفه شوي لانه هيدي اول مره بطلع على مسرح البوليفارد. مستنياك وانا سايبه يا عين من الفراق. انت مرتاحه بالطبقه انت عم تغني، حسيتيها واطيه ولا عاليه ولا لا؟ مرتاحه فيها؟ لا مرتاحه. مرتاحه فيها، هيدي هي، لانه حتى لما عم تطلع لفوق منيحه. بنفوت الكوبليه بالدرجه دي والقفل القبيبه تبعه وبتقفل مستنياك. التمارين صراحه اعطتني ثقه اكثر بحالي وبالغنيه. كثير ارتحت لما عجبتهم الغنية بصوتي، فتشجعت كثير وحسيت انه ما رح اخاف يوم الاحد ان شاء الله. بالنهاية هيدا اليوم حيكون هو مصيري، يا اما حابقى او حفل. اليوم اول مرة نطلع على مسرح البوليفارد، قبل طلعت على مسرح ذا فويس، ولكن هي بتجربة مختلفة شوية. سمعت صوتها لنور وكثير عجبني، بس بالنهايه يعني اتمنى اكيد انا اللي ابقى. يعني الطبقه مرتاحه فيها لنثبتها؟ طبعا. ايه ايه الطبقه هاي؟ هيدي منا عاليه، هي حلوه يعني مرتاحه فيها، لكن اهم شيء نثبت الطبقه. نجرب الاسئله.